ناوية تحجه عن واحد يعتبر نفسه ممثل و مغني ايضا، يعني هو سبحان الله يعني هو ينطبق عليه ما يقال دائما باللهجة الكويتية ان اعماله مثل وجهه بالضبط، اوكي، يعني سخيفة وتافهة مثله. ولما انا اشوف واكتشف بعدين تربيته واهله ويعني اللي هم مربينه تحت سقف واحد، يعني انا اكتشفت انه هو يعني ابوه مع احترامي الشديد ابوه يعني جزء يعني في احد الديوانيات نوع من يعني المسخرة، يعني مجرد انه يدش الديوانية يمسخرونه كل اللي في الديوانية. فهذا شوفوا اذا ابوه هو من هذا المبدأ، يعني انه عادي يدش الديوانية ويصير مسخرتهم وعادي عندهم ويحذفونه بكل شيء، فعادي عادي يعني. فطبيعي ان هذا يكون ولده، شنو مستوى؟ المشكلة انه حتى اخوه البطة اللي دششه قبل فترة بعد أيضا بالتمثيل، يعني على نهج نفس السخافة، يعني سبحان الله، يعني أولاد سخيفين وأب يعني مسخرة داخل الديوانية، الله يعين. والمشكلة أنهم كويتيين، ياما في كويتيين يعني ما ينحشمون، وفي كويتي لا والله ينحط على الراس، وفي أساسا واحد مو كويتي بس والله قدره واحترامه وتقديره وحشيمته حق نفسه تخلي الدنيا كلها يعني تحترمه. هذا من جانب. من